في اكتر من ترند دلوقتي لو احنا بنتكلم من ناحيه السايبر سيكيورتي، من ضمنهم اللي كنا لسه بنتكلم عنه دلوقتي الجزء الخاص بالجينيريتيف اي اي، حاجه زي شات جي بي تي، زي جيميناي، زي غيرهم. في تولز كمان بدات ان هي تبقى موجوده على مستوى التكنولوجيا عموما، الناس بتبدا تستخدمها، سواء الناس بتستخدمها استخدام عادي زي الهوم يوزر او كده، وفي استخدامات تانية بتتم من خلال الاتاكرز اللي احنا بنقول عليهم، اللي بيبدا ان هو يهدد امن ناس تانية وهكذا. ده جزء من الديسكشنز اللي كانت موجوده. جزء تاني من الديسكشنز اللي تمت برضو كان خاص ب ازاي ان احنا نينيبل او ان احنا ندرب الجيل اللي طالع ان هو يبقى جاهز للجزء الخاص بالسايبر سيكيورتي او جاهز للتكنولوجي اللي جايه. كان لي الشرف ان انا احضر ورشه عمل لمجال الطاقه، وتكلمنا في التحديات بتاعتها، وتكلمنا في الانجازات اللي حصلت في هذا المجال، وطبعا مجهود عظيم جدا ومشرف. حضرنا برضو ورشة عمل بتتكلم في مجال الأمن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ومخاطره برضو، وكان برضو فيها يعني مناقشات مفيدة جدا في المجالين، يعني إيه المخاطر وإيه التحديات بتاعته وإيه الفوائد بتاعة مجال الذكاء الاصطناعي. أنت الأحداث دايما بتخليك تتطور، بتتعلم منها. فاحنا كنا في الاول خالص كانت لسه ما فيش حاجات ديجيتال كتير في البلد، فكان موضوع امن المعلومات شويه هو يعني يسموه لاكشري كده. مع التطور بتاع الهجمات اللي بتحصل، مع احنا كمان في الشرق الاوسط النهارده منطقه ملتهبه جدا، فبالتالي في النهارده صراعات كتير بتحصل. الصراعات دي بترفلكت على موضوع امن المعلومات. فبدا النهارده الفكر المصري عمال يتطور كل سنه عن سنه بعدها. عندما نتحدث وصلنا الى اين فيما يتعلق بالهجمات السيبرانيه التي تتعرض لها الدول العربيه، نحن راينا هناك هجوم منظم على مجموعه من المؤسسات الحرجه في الدول العربيه، سيما قطاعات النفط والغاز، التي ادت الى خسائر ماليه كبيره جدا، بالاضافه الى تعطل خدمات كثير من هذه المؤسسات. فبطبيعه الحال اصبح اليوم مشهد الهجوم الالكتروني يعني يكلف الاقتصادات العالمية خسائر كبيرة، قدرت بأكثر من 627 مليار أو يتوقع أن تصل إلى هذا الرقم في عام 2025. الإجراءية طبعا بتتكلم على أهمية دور الأمن السيبراني والأمن القومي العربي، وبتتكلم على تفعيل التعاون الدولي ما بين الدول، وطبعا في مراحل لاحقة هيكون في محاولة لوضع معايير موحدة للدول العربية لفكرة أمن المعلومات، ولا سيما في القطاعات الحرجة زي قطاعات البنية التحتية الحرجة، الكهرباء، البترول، المياه، الخدمات الخدمات الطبية والبنكية وما إلى ذلك.